اخبار الاهلي، الفريق طبعا بيستعد لمباراه بكره، مباراه غايه في القوه والصعوبه امام فريق كبير جدا طبعا، فريق نادي الاسماعيلي، ومباراه وخطوه باذن الله هتكون مهمه من ضمن خطوات النادي الاهلي في بطوله الدوري نحو سعي النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب. استعدادات مهمه، ومران كان مهم جدا في تمام الساعه الثانيه ظهرا، ومن خلاله اعلن مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق. نقول مع حضراتكم قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله تعالى، ان شاء الله يكونوا موفقين. في حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، ومصطفى شوبير زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده. خط الدفاع رامي ربيعه موجود الحمد لله، ومحمود متولي بيعود، وسعد سمير متواجد، وايمن اشرف، علي معلول كمان بيعود، ومحمود وحيد ومحمد هاني. ده بالنسبه لخط الدفاع. خط الوسط حسام عاشور متواجد، اليو ديانج وحسين الشحات، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيرالدو، ووليد سليمان. خط الهجوم وليد ازارو، جونيور اجايي، ومروان محسن. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد. طبعا الفريق بعد المران مباشره هيتحرك في اتجاه اسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من استاد الماكس، واللي هيستضيف هذه المباراه وهي مباراه الاسماعيلي. فبالتالي ان شاء الله نكون موفقين في هذه المباراه. تم استبعاد كل من احمد فتحي للاصابه، عنده زي كدمه قويه كده في الركبه، عمرو السولية عنده نزله برد، رمضان صبحي للاسف شد في العضله الخلفيه او مزق كمان، وياسر ابراهيم بسبب اصابه العضله الضمه، وصلاح محسن لاسباب فنيه. في المقابل بيعود كل من متولي وعلي معلول وحسام عاشور وجيرالدو لهذه القائمه. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى في مباراه الغد. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم كواليس ما قبل الاعلان عن هذه القائمه واخبار النادي الاهلي النهارده. كان في يعني محاضره فنيه بالفيديو من مستر فايلر للاعبين، واتكلم فيها عن مباراه الاسماعيلي وكيفيه مواجهه هذا الفريق والتعامل معاه ونقاط القوى والضعف، وتوضيح كمان التعليمات المحدده لكل لاعب. وبتبقى محاضرات فنيه مهمه جدا بالتحديد محاضرات الفيديو، عشان كل لاعب يبقى داخل كل مباراه عارف يعني الفريق ده ابرز مميزاته ايه، كيفيه التعامل معاه والتغلب عليه باذن الله تعالى، عشان نوصل للانتصار السابع على التوالي في بطوله الدوري هذا الموسم، في ظل طبعا تعرض المنافسين لإخفاقات وبتديك أفضلية كبيرة جدا من بداية المنافسة، بالتحديد بعد هزيمة كمان بيراميدز بالأمس 3-2 في مباراة كانت كبيرة أمام فريق الجونة. دايما احنا مركزين مع فريقنا وأهدافه كلها واحدة، يعني حتى لو المنافسين بيتأخروا أو بيخسروا أنت مركز أن أنت تكسب كل ماتش عشان تاخد خطوات كبيرة نحو اللقب بإذن الله تعالى. محمود متولي بيشارك في المران الجماعي والأمور ماشية بشكل كويس بالنسبة له، وبالتالي هو متواجد في قائمة اليوم، وعودة مهمة جدا بالنسبة لمدافع مميز زي محمود متولي. للأسف شفناه في مباراة وحيدة يعتبر مباراة الزمالك في السوبر، واتصاب في هذه المباراة في الشوط الأول، جاله زي مزق في العضلة الخلفية، وكان شارك أيضا في مباراة كانو سبورت مباراة الذهاب يعني. فإن شاء الله أكيد عودة محمود متولي عودة مهمة جدا بالنسبة للفريق. رمضان صبحي للأسف يعني إصابة يعني برضو حظنا سيء شوية، هو اتصاب امبارح في التمرين، والإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، هيغيب 6 أسابيع، وان شاء الله بعديهم يكون لائق للمشاركه، هيبتدي تدريجيا يدخل في التدريبات الجماعيه بعد ما يخلص برنامجه التاهيلي والعلاجي الخاص بهذه الاصابه، ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه. للاسف الاصابه جات له في عز تالقه رمضان صبحي، لكن الشيء بالشيء يذكر، البعض قلل من اهميه التعاقد مع كهربا، وهتجيبوا كهربا تعملوا بيه ايه وهتحطوه فين؟ ده انتوا عندكم رمضان صبحي وعندكم فلان الفلاني وفلان الفلاني. لا، هنا بيبان أهمية التعاقد مع لعيب كبير زي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد. بالمناسبة كهربا هيكون متاح بالنسبة للجهاز الفني بعد 3 مباريات، عندك ماتش الإسماعيلي، ماتش الاتحاد، وماتش بلاتينيوم، وبعد كده من يوم 1 في الشهر بإذن الله يلعب مباراة النادي الأهلي، عايز أفتكر مع مين في أول الشهر إن شاء الله، هيكون متاح محمود عبد المنعم كهربا. هنا برضو بيجي أهمية أن أنت كفريق بطل لازم
قائمتك كلها تكون متكاملة، لازم كل اللاعبين يكونوا على مستوى واحد، وده اللي بيشتغل عليه دايما المسؤولين في النادي الاهلي. ما عندناش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كل اللاعبين اساسيين، كل اللاعبين ليهم وهيبقى ليهم دور كبير جدا في حصد مختلف البطولات باذن الله تعالى. فبالتالي ايضا نتمنى كل التوفيق لرمضان صبحي في مسيرته العلاجيه من هذه الاصابه، ويعود سريعا علشان طبعا طبعا هيكون داعم قوي واساسي في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. هيلحق ماتش الزمالك، هيلحق ماتش النجم الساحلي ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا، الامور مش صعبه ولا حاجه. فيما يتعلق باحمد فتحي، النهارده كان عنده فحص طبي قبل المران، والفحص يعني ادى لعدم استدعائه لمباراه الغد في مباراه الاسماعيلي، لان عنده كدمه قويه في الركبه والام بيشتكي منها، فبالتالي في راحه لاحمد فتحي، مش هيكون متواجد في مباراه الغد. في كل الاحوال جاهزين، الفريق جاهز، ايا كانت الاصابات ايه، ايا كان الظروف اللي بتمر بيها ايه، النادي الاهلي جاهز لاي تحدي، لاي مباراه، وانت بالتحديد عندك ماتشين ورا بعض مهمين قوي، لو كسبتهم بصراحه كده هنبقى خدنا خطوه مهمه في بطوله الدوري. عندك الاسماعيلي كسبته باذن الله 3 نقاط مهمه، بعديه الاتحاد السكندري وعامل موسم ممتاز ايضا باذن الله يكونوا 3 نقاط اخرى، تبقى قطعت شوط مميز.